بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، فضلا وليس أمرا تروحوا تشتركوا في القناة وتدوسوا لايك وتفعلوا زر الجرس. وهنبدأ النهاردة بإذن الله نعمل كرتون الطي الملابس زي ما انتوا شايفين. سهلة جدا في التطبيق وما بتاخدش وقت، وسهلة في التخزين. وهنا هبدأ أعدلكم حوالي 13 تيشيرت طبقتهم في حوالي دقيقة ونص، وكويس عشان الأولاد يساعدونا. هنبدأ بسم الله. هنعمل كرتون الطي الملابس، هنجيب 5 قطع كرتون، 3 مقاس 72 × 25، وقطعتين صغيرين مقاس 24 × 25. ده ورق حائط كان متبجع عندي، ينفع نستبدله برول ستيكر زي اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. ده غير ابيض شفاف، ينفع نجيبه كيس او علبة. هنبدأ نجيب معانا اول كرتونة اللي هي من الجوانب، ونبدأ ندهنها بغرق ونحاول نخفف طبقة الغرق ما نكترهاش. هنكون عاملين الكرتونة ورقة الحائط مقاس اكبر شوية من الكرتونة بحيث تغلفها من بره. هنا بدأت انا اغلف الكرتونة من الجوانب، بس نسيت ان انا اعدلها الناحية التانية عشان اشدها عشان الكشكشة. والجنب ده اللي انا عاملة عليه غلط ده المفروض ما كنتش لزقته، وهنشوف ده في اخر الفيديو بإذن الله. هنا بلزق في الكرتونة بس للأسف كرمشت مني وطبقة الغيرة كترت شوية، بس الحمد لله اتعلمنا من اخطائنا وهنعمل كرتونتين التانيين كويسين. هنا بجزجس الزيادات وببدأ ألزق. الغير الأبيض يا جماعة منكترش منه عشان بيخلي الكرتونة طرية. دي الكرتونة التانية زي ما انتوا شايفين. هنا بجيت أعدلها شوية وأشد فيها وأقلبها شوية. ركزوا معايا بقى، هنا دي الكرتونة اللي في النص. هنا جبنا الكرتونة وحطينا عليها الكرتونتين الصغيرين، ده ورق حائط اللي هنغلف بيه الظهرية. هنبدأ نجيب الكرتونة اللي في النص. شايفين الحتة اللي انا كنت بقول لكم عليها دي يا جماعة؟ هنبدأ هنا نحط الورقة اللي في النص، الكرتونة اللي في النص، ونسيب حوالي مسافة سنتي او اقل من سنتي بشوية، مكان ما بشاور كده علشان خاطر نعرف الكرتونة تاخد وتدي معانا في التانية والفرد. اللي هنا مش هرمي الزيادات، هنا هلزقها في الكرتونة اللي في النص، وهنا برضو هبدأ ألزقها في الكرتونة اللي في النص. بدأ هنا لزقناها، هبدأ ان انا اجرب الكرتونة. الكرتونة التانية بقى اللي انا غلطت ولزقت المنطقة دي، هبدأ افكها على قد ما اقدر بدون خسائر، بس للأسف السماكة بتاعتها مش زي الاول، بس هتنفع. هنا بدأت ان انا ألزقها تاني. انا عاملاها مقلوبة عشان اوريكم، لكن انا هعملها معدولة. هنا بدأت ان انا اجرب في الكرتونة. هنا هنجيب اخر قطعتين، الرابعة والخامسة، مقاس 24 × 25، ونشوف مكانهم فين في الكرتونة اللي في النص. وهنبدأ هنا هنجيب ورقة الحائط بطول الكرتونة الكبيرة مش الصغيرين. هنبدأ نلزق اول كرتونة زي ما انتوا شايفين. برضو هنضغط وهنحاول نشد كده عشان ما تكرمش مننا. هنا بشوف على الكرتونتين التانيين، بشوف يعني المستوى بتاعها. هبدأ احدد بالقلم الرصاص، والتانية برضو خلاص حددنا مكانها، هنحدد بالقلم الرصاص. المنطقة اللي ما بين الكرتونتين دي هبدأ احط لها غيرة. انا هنا الغيرة كتر مني فبدأت اشيله علشان الكرتونة ما تبقاش طرية مننا يا جماعة. ماشي، يعني ما تقولش احط غيرة عشان تلزق، بالعكس يعني بتبوظ. هنا هبدأ احط الكرتونة الاولانية، وهبدأ ان انا افرد الورقة، واحاول برضو ايه ادخل سنة لجوة كده في الورقة. شايفين التانية دي؟ عشان خاطر اعرف وابدأ ايه اجرب في الكرتونة، اطبق وافرد. هنا برضو بشوف الاماكن اللي ما فيهاش غيرة، بدأت احط فيها. دي اخر كرتونة معايا، بدأت ان انا اغريها، ادهن كويس بس ما كترش الغيرة يا جماعة. بدأت اغري، يعني على فكرة ورقة الحائط دي عندي من 5 سنين، يعني انا عاملة بها حاجات كتير جدا في الشقة، هبوريها لكم ان شاء الله بإذن الله في الفيديوهات الجاية. يعني حلفتها على المصحف بمعنى اصح، وهي هنا الفروة كلمنا حتة لو اخدتوا بالكم. هنا دي اخر ورقة،
ده كيس الغراء بوريه لكم. هنا بدأت ان انا اجرب في الكرتونة شوية كتار، ده التاتش بتاعي بقى يعني اللمسة الجمالية بتاعتي، بس تعبتني شوية. حاطة مشبك عشان خاطر الغراء كان بدأ يعمل من الورقة، بس عادي يعني مش بيتحاش بسهولة. دي ورق حائط تاني سادة هحطه هنا من تحت. بدأت ان انا ألزج عادي، سهلة جدا. هلزج ناحيتين. هنا هبدأ ان انا اجيب الورد اللي انا عملته، وبإذن الله هعمل لكم فيديو ازاي طريقة ازاي نعمل الورد ده يعني ونلزجه. بس نصيحة يعني حاولوا ما تعملوهاش في الكرتونة دي لانها متعبة شوية، ممكن نعملها دعوة او تهنئة او اي حاجة، بس مش هنعملها في الورقة دي لانها تعبتني. هنا بحاول على قد ما اقدر ان انا الزج الورقة، لكن للأسف راسها والف سيف ما تلزج. على فكرة يا جماعة الكرتونة دي يعني هينفع ان احنا نشيلها في اضيق مكان عادي خالص، ممكن ما بين الدولاب والحيطة، في الدولاب، في اي مكان، ومنظرها كويس. وينفع ان احنا نخلي اولادنا يساعدونا في البيت بدل ما هم قاعدين كده ماسكين التليفون على طول، لا اعمل لهم الكرتونة، هيبقوا مستنين يوم الغسيل بفارغ الصبر عشان يعملوا بالكرتونة اللي هم عملوها معاكم. هنا انا ببدأ اوريكم ان انا بشيل الغيرة من ايدي، على فكرة ما تخافوش منه، هو مش بيضر خالص، هو عامل زي الماسك اساسا. هنا ببدأ اشيله، وممكن تلبسوا جلافز بس انا ما بحبهوش. بحاول ان انا اعمل خرم كده عشان خاطر الزج برضو الورد، بس الورد راسه الف سيف ما يلزقش. هنا بجرب الكرتونة قبل اخر فينش. هنا الورد لما اتحاش خالص، بس هركبه برضو. فلينة الزمالك، طبعا جوزي من محبين الزمالك فعنده فلان كتير، انا ما بحبش الكورة. هنا يعني بوريكم ازاي ان انا طبقتها وكده. هنا بقى الفينش النهائي، ظهر الكرتونة من ورا. بدأت ان انا بالكيس بقى مش بايدي ان انا اغريها، وجبت الكرتونة السادة وعملت اول طبقة، وبدأت ادوس عليها برضو عشان الكرمشة، وجبت الكرتونة من النص دي، الكرتونة الوسطانية دي يا جماعة، برضو بدأت اغريها وشديت برضو. ولاحظوا هنا ان انا مطبقة الكرتونة في قلب بعض عشان تعرف تتنى مني بعد كده، ما تبقاش مشدودة. هنا في اخر كرتونة برضو انا مطبقاها، مرضتش افردها، وهشد عليها ورقة الحائط. هو انا هنا كنت قصة الورق بزيادة شوية علشان خاطر كانت موروبة، كانت بجنب يعني. هنا بدأت ان انا اغلفها خالص، هبدأ اقصقص الزيادات. معلش الفيديو طويل شوية، بس ناس كتير